أقيمت على قاعة المؤتمرات في مستشفى التأهيل الطبي بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الانتخابات الخاصة بنقابة أطباء المحافظة، حيث تم انتخاب الدكتور فياض حسين فياض لمنصب نقيب الأطباء بعد حصوله على 90 صوتا من مجموع الحضور البالغ عددهم 121 طبيبا. حقيقة هذا الفوز هو فوز لكل زملاء الأطباء. سنعمل على تنشيط النقابة ومراقبة العيادات والمستشفيات الأهلية، وسيكون لنا دور فاعل في مطابقة العيادات والمستشفيات الأهلية لشروط الصحة، وكذلك توفر كافة اللوازم لفحص المريض في العيادات. حقيقة هي في النقابة توجد لجنة انضباطية وتوجد لجان سوف نقوم بتشكيل هذه اللجنة الانضباطية، مهمتها مراقبة العيادات، وسوف نبذل جهود جبارة ولدينا أفكار لكي نرتقي بالعمل النقابي في نقابة أطباء صلاح الدين إلى المستوى الذي يليق بأطباؤنا. أطباؤنا وقفتهم هذه اليوم مشرفة، عدد الحضور 120 طبيب، حصلنا على 90 صوت من العدد 120. هذه الثقة زملائنا أطباء بشخصي، يعني هذه تحملني مسؤولية كبيرة مقابل تحملني مسؤولية كبيرة للنهوض بواقع العمل النقابي خدمة لصحة صلاح الدين، ولدينا علاقات تربطنا مع مدير عام الصحة جيدة سوف نوظفها للنهوض بالخدمة الصحية لمحافظتنا العزيزة. اليوم تمت انتخابات نقابة الأطباء فرع صلاح الدين لاختيار رئاسة الفرع، واللجان الأخرى هي اللجنة الانضباطية وأعضاء مجلس النقابة وأيضا أعضاء المتممين، والحمد لله كان الحضور جيد من الأطباء، 121 طبيب حضر اليوم، وجرى الانتخابات وفاز الدكتور فياض برئاسة الفرع بأعلى الأصوات اللي هو كان عدد الأصوات للدكتور فياض 90، وأيضا بقية الدكتور عمر مصطفى فاز بالأعضاء المتممين، اللجان الأخرى الانضباط واللجنة أعضاء مجلس النقابة فازوا بالتزكية لأنه الاحتياج هو 4 واللي كان موجودين كانوا 2 ففازوا بالتزكية 2. الحمد لله رب العالمين، نتمنى التوفيق ان شاء الله لكل الفائزين لخدمة هذا الوطن العزيز مع فائق الشكر وتقدير. وطبعا والله هي يعني نقابة صلاح الدين من قبل هي موجودة، بس حاليا كانت ما مفعلة بسبب فترة داعش. نأمل انه بهالفترة الجديدة اللي احنا الوجوه الشابة بمساعدة الدكتور فياض والدكتور وليد انه نرتقي بها لمستوى اكثر ان شاء الله تطورا. ان الله سبحانه وتعالى هوايه يعني مواضيع تخص النقابه بما يخص المواطن والمريض بصوره خاصه والطبيب بصوره عامه همتين، لانه هوايه مشاكل تخص الاطباء بمحافظتنا العزيزه، نحاول انه نقوم باللي نقدر عليه حتى يعني على الاقل نرفع مستواها الى الاعلى ان شاء الله.